السلام عليكم. من بين اعمال الشاقه اللي كرهوها لي ميكانيسيان وجو بونس اغلبيه الحرفيين هما رايحين يكونوا معايا في الراي، الرودا سوباب. الرودا سوباب كاين وين تقدر ترودي كيلاصا في نص ساعه، كيما تقدر تقعد معاك سوبابا وحده نص ساعه. دونك في هذه الحاله لا كيلاص تاعي اجبار عليا نروديها باش الموتور تاعي يدور لي بيان، يعني يدور رون لي كات كومبريسيون يكونوا ملاح. كاين حاجه واحده اخرى، نيتواياج تاع لابياس. نيتواياج تاع لابياس عمل شاق بزاف، تلقى لهنايا ليك لادميسيون لاكالامين، ليك الكاشير تاعنا كيفاش مسخ، لي بات، هادي حاجه تاني بزاف متعوبه في المحرك. كاين حاجه واحده اخرى اللي نخافوا منها بزاف، التورنر نتا وزهرك. كاين وين يخدم لك خدمه ما شاء الله كيما كاباب تغيب له، نتا وزهرك التورنر كيفاش راهو راح يخدم لك، كاباب ينجح لك الخدمه كيما كاباب يلوبي لك شوميزه، تغلق كاع الموتور تاعك والموتور يقعد ياكل لك الزيت. في هذه الحاله انت راك راح تحصل مع لو كليون بيسك تورنر خدم لك خلصتو وصاي. كاين اللي يقول لك زعما اي تاكل لي الزيت نعاود لها سيغمونطاسيون، هو تعملت له سيغمونطاسيون خلاص. هما الناس كي تقولوا كي يقول لك تاكل لي الزيت يقول لك سيغمونطاسيون، لا لا خويا سيغمونطاسيون هي السهل. راك شفت هذا الموتور هذا في زوج سوايع يتركب، بصح لا كيلاص هي الصح. لا كيلاص عندك رودا سوباب ومن بعد عندك لي باستي لازم تريكليهم، تنقي لا كيلاص تاعك، تنقي لي شومب. لا كيلاص سي ليكيفالون تاع الموتور ماشي سيغمونطاسيون هي الصح. كاين بزاف مراحل تجوز عليهم وتغلط في حاجه كاباب الموتور تاعك كاع يروح لك. ان شاء الله نكونوا عطينا لكم نظره على الخدمه المتعوبه تاع الميكانيسيان، ولا بروشان ان شاء الله.